2 Kori cabang tilawah golongan dewasa dengan nomor peserta 130 akan membaca surah Al-Furqan ayat 21 dan seterusnya halaman 362. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
صدق الله العظيم.